انت بعدين هذا راح يسوي فاك مال رخص سيارات حتى نطلع الازدحام. اليوم نحن نزور ناحية القيارة ونرى أن هناك عمل كبير داخل هذه الناحية، ومن هذه الأعمال هو الشارع الرئيسي أو شارع السوق الرئيسي الذي تقوم بتأهيله وترميمه مديرية بلديات نينوى بمشروع متكامل يتضمن هذا السوق قلع كل المناطق المتضررة والمناطق التي خربت سابقا وإعادة ترتيبها بالشكل الصحيح وبالوضع الذي يلائم حضارتنا ويلائم التطور الموجود في هذه المدينة، إضافة لذلك إنشاء أو ترميم السوق القديم ما يسمى سوق الجدعة. إضافة لذلك نحن الآن في موقع المتنزه الكبير لناحية القيار، وهو أول متنزه يكون في جنوب الموصل بهذه المساحة، مساحة 12 دونم تم تصميمه وتنفيذه من قبل مديرية بلديات محافظة نينوى، ووصلنا بنسبة إنجاز بحدود 90% وأكثر، وسيكون إن شاء الله جاهزا لاستقبال العوائل بعد أن نقوم بربط الكهرباء وإيصال الخط الضغط العالي إلى المتنزه ونزرع ما تبقى من نباتات الثيل والورود والأشجار الصغيرة. وهناك أيضا عمل آخر تقوم به بلديات نينوى من ضمن وارداتها الذاتية بكوادرها بآلياتها، هو هناك مرسى للزوارق سيكون مستقبلا إن شاء الله ضمن هذه الرقعة الجغرافية، إضافة لذلك إيصال الشوارع من كل الجهات محيطة بهذا المتنزه. حقيقة نحن في بداية العمل في سوق الجدعة وكذلك سوق القيارة، بجانبيه الأيمن والأيسر سوف يكون هناك نوعية جيدة، سوف يتم وضع شتايجر لهذا السوق وفق المواصفات المطلوبة، ولدينا أيضا إكساء وتبليط وقشط شارع سوق القيارة الرئيسي الممتد من مدخل الناحية الجنوبي إلى مدخل الناحية الشمالي ذهابا وإيابا، وإن شاء الله بعد إنجاز عمل الشتايجر وعمل الأسواق وعمل المثقفات سوف يتم العمل بصيديه سوق القيارة إن شاء الله. يتضمن هذا المشروع رفع جميع التجاوزات الموجودة داخل السوق، كذلك إنشاء شبكة مجاري كونها غير مخدومة، ذلك من حساب تخصيصات البلدية، وكذلك إنشاء أرصفة وقوالب جانبية وشتايجر، وكذلك سيتم تسقيف السوق الرئيسي بسقيفة نظامية بارتفاع مناسب لغرض المحافظة على السوق وقدمه في ناحية القيارة، كذلك تشمل إنارة السوق الرئيسي. ومن الفقرات الأخرى في المشروع تأهيل عمل باركات لوقوف السيارات للقضاء على الازدحامات الموجودة في السادين الرئيسية، وكذلك صيانة الجزرة والقوالب الجانبية للسادين الرئيسي بطول ما يقارب 1500 متر. يتم العمل في سوق القيار الرئيسي بإنشاء مجاري وإضافة إلى استبدال الأرض بشتايجر وإنشاء مثقفات كاملة حول السوق، إضافة إلى عمل جيب بارك واللي هي مواقف سيارات جانبية تتضمن كذلك تبديل الأراضي الجانبية للأرصفة بشتايجر قطع شتايجر، وإنشاء كذلك مناطق خضراء اللي هي تشمل تتضمن أنه يكون هناك أشجار في الطريق، إضافة إلى نافورات في وسط الشارع كذلك، إضافة إلى استبدال أصلا هم الجزرة الوسطية كذلك باستبدالها بشتايجر، وهذا كل ما يتشمل العمل داخل سوق القيار الرئيسي.